ننتقل مباشرة إلى السؤال الموالي وهو موجه للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو حول تحريك سلاليم الأجور في الوظيفة العمومية. والكلمة لأحد أعضاء فريق التحالف الاشتراكي. الأستاذ أعمو، لكم الكلمة في إطار. شكرا سيد الرئيس، سيدات السادة الوزراء، سيدة الوزيرة، سيدات السادة المستشارين. سيد وزير، استسمحكم إن فتحت نوعا ما هذا السؤال وأرجعته إلى أنيته، لأنه قدم لكم في مدة كان له معنى هذا السؤال، هذه مدة من الزمان. ولكن وظيفة العمومية الآن أصبحت ضمن الأولويات التي يجب الانتباه إليها، فقطاعكم وقطاع الوظيفة العمومية عرف تطورا نوعيا مهما جدا. بين تاريخ تقديم السؤال الآن هناك تعميم المباراة عن طريق الولوج، هناك تعميم المباراة عن طريق الترقية، هناك تحسين تحريك نوعا ما في سلم الأجور، هناك مخلصات الاشتغال كاد أن يكون نوعا ما منتظم للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، هناك إجراءات أو إكراهات أخرى تنتظرنا خصوصا في أفق الجهوية والنظام الجديد للجماعات المحلية، هناك إشكاليات التكوين والتكوين المستمر، هناك أخيرا إشكالية الحكامة التي على أساسها يراهن كل إصلاح العميق الذي يعرفه المغرب خلال هذه السنة والسنوات المقبلة. فلذلك نريد أن نسائلكم حول ماذا أعدته وزارتكم في هذا الورش الضخم المفتوح، ليس فقط على المستوى معالجة نظام الأجور وتقريب الفوارق يعني التي كادت غير يعني تحدث إخلالات كبيرة في كل إصلاح، وصل الوقت أن تكون الوظيفة العمومية مجالا لاستفادة الدولة والمجتمع من الخدمات والكفاءات التي أصبحت تلج هذا القطاع، لأن نظام المباراة بمعنى أنه نظام للتميز، نظام للاختيار، فلا يعقل أن يدخل الناس إلى الوظيفة العمومية ويجدون أنفسهم في إخلالات، في انعدام التساوي، في انعدام تكافؤ الفرص، في انعدام إمكانية تفعيل هذه الطاقات التي تدخل إلى الوظيفة العمومية. لذلك ولقد سمعنا أن السيد رئيس الحكومة طلب منكم إعداد مشاريع القوانين بصفة مستعجلة في هذا الاتجاه. نتمنى أن تكون وزارتكم استفادت من تراكم الحاصل ومن الدراسات الكثيرة التي حصلت، فهيئت ما يكفي من أجل الخروج من وضعية الحال الراهنة إلى نظام عصري حقيقي يتناسب مع طموحات المشروع الذي يحمله الدستور المغربي والذي أنتم في الحكومة التي لها إمكانيات وصلاحية تنفيذه. وشكرا. شكرا سيد المستشار. سيد الوزير، لكم الكلمة في إطار الجواب. شكرا سيد رئيس. سيد المستشار المحترم، هذا سؤال عريض يستحق أكثر من 3 دقائق، لأن أهمية إدارة، أهمية أوراس، الانشغالات، الاختلالات كذلك، والطموحات والتدابير المراد القيام بها. أولا سيد المستشار، المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا، تحولا سياسيا، إصلاحات كبرى، ولا يمكن أن ننجح في هذه الإصلاحات وفي هذا المسار خارج إدارة قوية ناجعة مبسطة للمصافر مسهلة الولوج للخدمات لكل المرتفقين سواء كان مواطنين أو مقاولة. ففي هذا الإطار من بين الأولويات لهذه الحكومة الإصلاح، إصلاح الإدارة، ولهذا تبنينا مشروعا إصلاحيا يرتكز على 3 محاور. أولا الرأسمال البشري، ثانيا علاقة الإدارة بالمواطن، وثالثا الحكم. فيما يخص رأسمال البشر، يجب مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ليتلائم مع الدستور وليضمن الحقوق لكل فئات الموظفين. هناك فرق كبير، هناك في أوية في الأجور وفي كذلك في المسؤوليات، هناك يعني عدم التزام بين المسؤوليات والأجور، هناك إشكالية في الترقية، هناك يعني اعتماد
الترقية الداخلية على الأقدمية وليس على المطلوبية وليس على التكوين. هناك كذلك تفاوت في الأجور، تفاوت في التعويضات. اليوم التعويضات تشكل 90% من الأجر الأساسي. هناك فئات محرومة، يجب أن نعيد النظر في كل هذه الأشياء، وحتى تكون الإدارة قوية قادرة على تنفيذ السياسات العمومية إلى المواطن، إلى المقاولة، إلى أرض الواقع، ليشعر المواطن فعلا بنجاعة هذه السياسات العمومية. النقطة الثانية، كيف يؤسس الجهوية التي نحن قادمون عليها دون أن نفكر في إعادة الانتشار، في إعادة الانتقال، في حركة الموظفين، في تشجيع الموظفين، في فتح مسالك ومعابر لكل المكونات الإدارية للالتحاق بالإدارات والالتحاق بالمناطق، ولكي نجد المسؤوليات أو الوظائف التي تتلائم مع التكوينات، وكذلك نؤسس لجهوية متكافئة في الإمكانيات البشرية. أوراش متعددة ستظهر إن شاء الله يعني مباركة السيد رئيس الحكومة، سهم التعاقد. كيف للإدارة أن تؤسس للتعاقد بين الموظف والإدارة؟ شكرا سيد الوزير، شكرا لكم سيد الوزير، أنهيتم حقكم في الكلام، أنهيتم حقكم في الكلام. و وعمقت لك ثواني معدودة جدا، بس ثواني في ثواني معدودة. السيد الرئيس، أريد أن أقول أن الإدارة هي الأداة الوحيدة والأساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وهي في يد الحكومة. هل هيئت لهذه الأداة الإمكانيات والإجراءات لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي انطلقت؟ شكرا جزيلا سيد المستشار.